السلام عليكم. شركة الكهرب في القاعدة، طبعا هذا اللي يحق له الكيبل اللي يجي من شركة الكهرب، يجي 4 ألوان، أسود وأحمر وأصفر. هذا طبعا احتياط الاثنين. أيوه هذا احتياط، ما منه فايدة. أيوه يطلع للقاسم للقاطع، يطلع أحمر وأسود. الأسود هذا حق إيرث، حق الإيرث، لازم إنه يشبك في هذه. ايوه عشان يجي ترتيب جديد، يجي نفر من ترتيب جديد هو ركب من قلب، عشان هذا حقي ما هو فاتوره، هذا لازم يجي هناك. اذا موجود كل ودات جاي كذا هو يجي فاتوره 50% زياده. ايه مالو، شفت الاسود هذا اللي يطلع اللي يشبك في القاطع، هو طالع من هنا لون اصفر، شوفه وين هو شابك، شابك في هذه. المفروض هنا. انه هنا، لان هذا مجاني اصلا، هذا حق الايرث، والايرث حقه هنا في هذا المكان. أيوة. اذا صار في المناطق هذه الثلاثه اللي التقسيمه الاولى والثانيه والثالثه، هذا يصرف عليك زياده من كم سنة، وتصير فاتوره كدبل. أيوة. اللي عنده المشكله هذه يقدم على الكهرب ويجيك المندوب ويزينها لك، وتنقص من فاتورتك قيمتي واجد.